يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب يا مسقط الفكر والتاريخ والأدب ومنبع الخير في الأزمان والحقب ومهبطا لحضارات بها اتسمت ومهبطا لحضارات بها اتسمت تبوأ من قديم موضع الشهود ومهبطا لحضارات بها اتسمت تبوأت من قديم موضع الشهوب وشمسهم قد أضاءت باطن الحجب وعمروها وصانوها بمقدرة فعالهم سطرت بالنور في الكتب أبناؤها سجلوا في الدهر ملحمة وشمسهم قد أضاءت باطن الحجب وعمروها وصانوها بمقدرة فعالهم سطرت بالنور في الكتب.